إذن الموافق على مشروع القانون في مجموعه يتفضل برفع يده. موافق السادة الأعضاء، حيث إنه لم يسبق عرض هذا المشروع بقانون على مجلس الدولة. اهتمام الدولة بذوي القدرات الخاصة وحرصها على حمايتهم من كافة أشكال التنمر حدا بمجلس النواب. الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. التعديلات المدخلة على القانون رقم 10 لسنة 2018 في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة لتصل إلى غرامة 50,000 جنيه ولا تزيد عن 100,000 جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدىتين العقوبتين. وفي حال كان التنمر من شخصين أو أكثر، أو كان المتنمر من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته، أو ممن لهم سلطة عليه أو مسلما إليه بمقتضى القانون، فإن العقوبة تكون بغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن 200,000 جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنتين أو إحدى هاتين العقوبتين. المجلس وافق على مجموع مواد مشروع هذا القانون وأحاله لمجلس الدولة للمراجعة وإبداء الرأي. كما وافق المجلس على إحالة 8 قرارات لرئيس الجمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع دول ومؤسسات دولية أحالها المجلس إلى اللجان المختصة. الموافقة طالت أيضا قرارا لرئيس الجمهورية يقضي باتخاذ عدد من التدابير والإجراءات الأمنية في شبه جزيرة سيناء حفاظا على الأمن القومي للبلاد. موافقة مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي بهدف تغليظ العقوبة على كل من يتنمر على أي من هؤلاء الأشخاص وحمايتهم من بطش هذا أو ذاك. كما أن موافقة المجلس على عدد من قرارات رئيس الجمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات تأتي بهدف دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية. المجلس النواب محمود إسماعيل، التلفزيون المصري.